قرر الأسد أن يقيم مسابقة للرسم، يكون الفائز فيها من يرسم أجمل لوحة بأجمل ألوان. رسمت الزرافة سلة بها ليمون أصفر جميل، ورسم النمر نمرا يأكل لحما لذيذا، ورسم الكلب لعبة جميلة، ورسم الخروف حملا صغيرا يشرب كوبا من اللبن. لقد كانت اللوحات رائعة، لذلك فاز الجميع بمجموعة من الألوان الجميلة.